ضمن الاهتمام بالجانب الثقافي، تظاهرات أدبية وشعرية تحتضنها جامعة حضرموت. التظاهرة نظمها النادي الأدبي الثقافي لطلاب جامعة حضرموت بمدينة المكلا. هذا النادي يفجر طاقات إبداعات طلابية في القصة والشعر وفي قراءة الكتب وغيرها من المهارات. اليوم حقيقة الطلاب يعني أتحفونا وأيقنت يقينا كبيرا أن هؤلاء الطلاب طاقة زاخرة، شباب طاقة زاخرة، فقط يحتاج إلى رعاية واهتمام. في الحقيقة تعني الكثير لطلاب جامعة حضرموت، فهي البوابة وجسر التواصل بين مواهبهم وإبداعاتهم من خلال النادي الأدبي الثقافي. فنحن مهمتنا إبراز هذه الإبداعات لدى طلاب جامعة حضرموت. هذه الفعالية الثقافية استضافت الشاعر الدكتور أبو بكر الحامد، الذي قدم العديد من القصائد الشعرية في مجالات الفن والغزل والسياسة. الحاضرون بدورهم أثروا الفعالية بمشاركاتهم التي تمحورت حول الفن والتراث الحضرمي. الفعالية اليوم كانت شعرية، واقترح علي الطلاب أن أقدم نماذج من شعري، فقدمت عدة قصائد من شعري بالشعر العمودي والشعر التفعي وشعر التفعيلة. ومن القصائد التي قدمتها قصيدة عنوانها سياحة في اليمن وأسبانيا، واختتمت بقصيدة البردة المتجددة عن شخصية الرسول. طبعا الندوة اليوم استفدنا منها كثير، وكنا بأمس الحاجة لمثل هذه الندوات من قبل، وإن شاء الله تكون مش أول ندوة، هي مش أول ندوة، إن شاء الله تكون ندوات أكثر لنا. استفدنا من كتب الأدبية والشعر بعد، واستفدنا من جانب دراسته يعني خلال ممارسة دراسته يعني إيش سوى فيها ومراحله. الأندية الثقافية بحضرموت تسعى إلى إنعاش الجانب الثقافي والأدبي بين أوساط الشباب، وتسهم في رعاية وتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا.